السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم البنات ومرحبا بكم مره اخرى معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم فويتي بالتفاح، مورقه بالتفاح كتجي شهوه منها الكوتي، وتحضر في دقائق معدوده، والمكونات بسيطه ومتواجده في كل بيت. خليكم معايا مع المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا لثلاثه ديال التفاحات. انا اختاريت هنا التفاح الاحمر، تقدروا تختاروا التفاح الخضر، 20 غرام ديال الزبده، جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، عصير حامضه، معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نحتاجوا الصفار بيضه اللي غندهنوا به الورقه ديالنا او لاباط فويتي ديالنا، وغنحتاجوا لواحد المورقه يعني ان غولو ديال لاباط فويتي. ودابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. هنا في اول مرحله غادي ناخذ التفاح ديالنا بعد ما غسلناه، غادي نحيدو له القشره ديالو والقلب ديالو، ومن بعد غادي نقطعو الى مكعبات اللي كتكون متوسطه الحجم، ما تكونش صغيره بزاف وما تكونش كبيره، وغادي نبقى على هذه الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال التفاح. فهاد المرحله هادي غادي نضيف عصير حامض للتفاح ديالي باش ما يكحلش، وغادي نخلطه مزيان مع هذاك الحامض. غادي ناخذ واحد المقله وعلى نار متوسطه، غادي ندير الزبده مع سكر سنيده، غادي نتسنى غير ما حدا كتذوب ليا الزبده، غادي نضيف التفاح قطع التفاح، وغادي نحرك المكونات جيدا. ومن بعد غادي نضيف هذيك المعلقه صغيره ديال القرفه، ونحرك جميع المكونات حتى كيتجانسوا ليا، وغادي نخلي التفاح ديالي كيطيب على نار متوسطه مع الزبده والسكر باش كيتكرمل. غادي نخليه فقط 10 ديال الدقائق، ومن بعد غادي نطفي عليه. هنا غادي ناخد لاباط فويتي ديالي او المورقه ديالي، انا كنشريه جاهز. هنا غادي نحل الجوانب بالسكين، كندير واحد تقريبا واحد 1 سنتيم ما بين بنده وبنده، يعني كنستمر بنفس الطريقه يعني فقط في الجوانب، وكنخلي 10 سنتيم في الوسط، هذيك 10 سنتيم تما فين غادي نوضع التفاح ديالي، يعني الطريقه واضحه. كنحل الجوانب بهذه الطريقه هذه، كنخلي ما بين قطعه وقطعه سنتيم، ودابا غادي نوضع التفاح ديالي من بعد ما طاب، بعد ما خليته 10 ديال الدقائق في المقله كيتعسل مع الزبده والسكر وهذيك القرفه. غادي نوضع الكميه كامله اللي درت في الوسط، كنحاول نقاده مزيان. هاد المورقه هادي البنات كتجي زوينه بزاف ولذيذه وسهله التحضير، وكتجي خفيفه ايضا للكوتي. صافي، من بعد ما وضعت الكميه كامله اللي عندي ديال التفاح، دابا غادي نجي وغادي نغلف هذاك التفاح بالمورقه بهذوك القطع من بعد ما
حليتهم بالسكين كما شفتوا معايا. هنايا كنجيب الطرف اللي على اليمين وكنوضعو فوق التفاح، ومن بعد كنجيب الطرف اللي على اليسار ونوضعو فوق الطرف اللي على اليمين. يعني الطريقة راها واضحة، بحيث انني كنغلف التفاح ما يبقاش باين عندي. كنجيب الطرف اللي على اليمين وكنوضعو فوق التفاح، ومن بعد كنجيب الطرف اللي على اليسار وكنوضعو فوق الطرف اللي وضعت ديال اليمين. في هذه المرحله هذه هنا خص تزربوا شويه، لان لاباط فيتي دغيا كتسخن. يعني في هذه المرحله هذه خص هذه الطريقه هذه ديروها بسرعه، يعني خص تخفوا يديكم. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنغلف التفاح ديالي كامل بهذيك المورقه، ونتلاقاو ان شاء الله في المرحله المواليه. صافي البنات، هنايا من بعد ما غلفت الكميه كامله اللي عندي ديال التفاح بهاد المورقه او العجين المورق او لاباط فيتي، يعني كنغلف الكميه كامله اللي عندي ما يبقاش باين عندي التفاح، غادي نجيب هذاك صفار بيضه غادي نضيف له القليل قطرات ديال الخل والقليل من السكر. علاش السكر؟ باش كيعطينا اللون في هاد المورقه هذه. غادي ندهن الوجه كامل ديال هاد المورقه، ومن بعد غادي ندخلو الفران حراره متوسطه 180 درجه حتى كيتحمر. يعني هنا التفاح راه طايب، فقط هذيك لاباط فيتي باش تنفخ وتحمر، ونتلاقاو ان شاء الله. ها هي المورقه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران، يعني كتشهي لذيذه باينه فيها. غادي نجيب الناباج وغادي ندهنها بهذاك الناباج باش كيعطينا داك لو كوتي بغيونس. غادي ندهن الوجه كامل ديال هاد المورقة هادي. وكيف ما كنقول لكم البنات دائما، طريقة تزيين كتبقى اختيارية، كل واحد والطريقة ديالو في التزيين. انا هنا اختاريت انني نزينها بسكر كلاصي، تقدروا تزينها باللوز ايفيلا محمر، يعني لكم الاختيار. هذا هو الشكل النهائي ديال مورقة التفاح اللي حضرت لكم اليوم للكوتي. اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم، سهلة التحضير، المكونات كما شفتوا معايا بسيطة جدا وفي المتناول. اكيد الا جربتوها راه غادي تعجبكم، كتجي لذيذة بزاف، كتجي مقرمشة، كتجي خفيفة. نتمنى تجربوها وردوا عليا الخبر. كيف العادة ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الجميلة، والبارتاج ديال الفيديو مع الأحباب والأصدقاء لتعم الفائدة، وما تنساوش تفعيل الجرس ليصلكم الجديد ديالي. غادي نقطع لكم واحد القطعة باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل هاد المورقة هذه ديال التفاح. كتجي البنات لذيذة بزاف وكتشهي. هانتوما غادي نوضعها في واحد الطبق باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. هذه هي المورقة ديالي ديال التفاح، كتجي على هذا الشكل هذا. كيف العادة ما تبخلوش عليا باللايكات والتعاليق ديالكم والبارتاج ديال الفيديو. ما عليا غير نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله مع دليشيس كيتشن المطبخ اللذيذ، مع فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. نخليكم على خير، والى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامة.